بحضراتكم في تغطية جديدة هنتكلم فيها عن بوست حالة شيحة اللي عمل ضجة على السوشيال ميديا. فيلم مش أنا بطولة الفنان تامر حسني والفنانة حالة شيحة متصدر الترند من أول لحظة نزول البرومو لحد النهاردة وتواجد الفيلم في قاعات السينما. وبالرغم أن نجم الجيل ليه جمهور بالملايين وفي ناس كتير قالوا فعلاً أن الفيلم حلو ويستاهل، إلا أن الفيلم حواليه جدل كبير بسبب حالة شيحة. ليه الفيلم مثير للجدل؟ وليه حالة شيحة السبب؟ كل ده هتعرفوه معانا في تغطيتنا الخاصة. ردود فعل حالة شيحة عن الفيلم اللي هي بطلة فيه قدام تامر حسني هي اللي فاجأت الكل وخلتها ترند رقم واحد لفترة طويلة، خصوصا أول ما تم الإعلان عن البرومو واللي نشرت صورة على إنستجرام الخاص بيها وكتبت بحمد ربنا إني أخيرا لقيت التوازن، إني أكون سعيدة في حياتي ونفسي أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه. أما بالنسبة لفيلم مش أنا، الحقيقة إن تم تصويره من أكتر من سنة ونص، وبسبب ظروف كورونا اتأخر جدا نزوله، وانا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله، والفيلم بقى فعلا مش انا، وبتمنى التوفيق لكل زملائي. الجمهور وقتها اعتبر ان ده تلميح بالاعتزال، خصوصا انها ظهرت برفقة جوزها الداعية الاسلامي معز مسعود بالحجاب. بعدها حالة شيحة عملت انفولو لكتير من نجوم الفن وبينهم الفنان تامر حسني نفسه اللي مشاركها بطولة فيلم مش انا، خلت الجمهور ينتقدها وبيطالب انها تتكلم بصراحة اكتر عن اللي عايزة تعمله، مش مجرد تلميحات وخلاص. بعد عرض فيلم مش انا في دور العرض في السينما وكليب من مشاهد الفيلم انتشرت على السوشيال ميديا، حالة شيحة اثارت الجدل من جديد وكتبت على حسابها على انستجرام: انا اتفاجئت جدا بنزول كليب بيجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم في ايام ذي الحجة ايام المباركة، وخصوصا بعد اخر بوست نزلته ووضحت فيه انا ايه دلوقتي. واتفاجئت اكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتاكيده انه هيحترم رغبتي، وبعد الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات واللي اكد لي انه هيحترم رغبتي. وكملت حالة كلام في المنشور الخاص بيها وقالت: احنا يمكن نجحنا بمقاييس الدنيا، بس صدقوني بمقاييس ربنا احنا لم ونن ننجح. انا عارفه ومتاكده ان زملائي جواهم خير، بس للاسف فتنه الشهره والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الامور صح. بتكلم من قلبي، الكليب ده ما يرضيش ربنا، وانا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي. وقالت حالة شيحة: دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها، وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان احنا بشر، بس المصيبة ان احنا بنغفل وبننسى. وقالت كمان: انا مش هتكسف من حد، انا تبت عن المشاهد دي وهي لا تصح، وانا غلطت وبصلح، واهم حاجة ان ربنا يرضى عني، لان في الاخر ده اللي هينفعنا، مش الشهرة ولا النجاح، ولا هو نجاح اصلا، علشان النجاح الحقيقي حاجه تانية خالص احنا اغلبنا ناسيها الا القليلين منا. ووجهت حالة شيحة كلامها للفنان تامر حسني وقالت: الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا وما نبقاش قدوه لاولادنا يبقى باطل وما يبقاش فن. احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي. وحابه افكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قلت فيه: انا مش بتمنى اموت وانا مطرب، انا دايما خايف من كده. كلام اكيد قلته في لحظه صدق جواك وجوانا كلنا، انت جواك اكيد في صراع وانا وكلنا، وكلنا بنغلط، بس الاهم ان احنا في الاخر نصلح غلطنا. في النهاية الجمهور دايما محتاج يفهم، عشان شايف ان له الحق انه يعرف الفنان اللي بيحبه بيتعامل في انهي اتجاه. عشان كده متابعين حالة شيحة مستنيين منها رد سريع حوالين خبر اعتزالها، وناوية تكمل ولا خلاص كده، خصوصا انها اعتزلت قبل كده ورجعت تاني من خلال اعمال فنية من ابرزها مسلسل زلزال مع الفنان محمد رمضان.